السلام عليكم. اهلا وسهلا. اليوم يعني مضبط الاضاءه اليوم لاني بستضيف مصور، فمضبط الاضاءه وصايره غريبه شويه. يا هلا ومسهلا، اهلا وسهلا، شو اخباركم؟ عساكم بخير. اليوم ويانا ضيف كلاسيكي من الطراز الاول. اليوم ضيفنا راح يعلمنا وايد شغلات، الله يعافيك، راح يعلمنا وايد شغلات، وأنا خايف شوية بس إن شاء الله أمورنا بالسليم. ناطرين العود يدزلي ريكوست. ضيفنا اليوم ماجد الزعابي، إن شاء الله قول ماجد فوتوز. هلا دكتور، أهلا وسهلا، ضيف أون تايم. إيه والله أون تايم. السلام عليكم. يا هلا يا هلا. زين، ما كان له داعي أدق، قاعدك والأمور طيبة؟ إي لا لا لا، يعني غطيت على المكتب بس أمور طيبة. هذه اسرع غفوه، يعني اسرع غفوه شفتها بحياتي، خمس دقائق يمكن. صباح الخير، شلونك؟ هلا ابو خليفه. عسى بخير، عسى امورك طيبه. الحمد لله. انا وايد محاتي ترى. ليش؟ شفتك يعني اخر ثلاث اربع ايام قاعد تجلد الاكونتات باللايف. لا ترى طيب حدي. لا كلها ما فيها، انت وبنتك الله يحفظها، واحده ثانيه ثلاث. عساكم على القوه. يقويك حبيبي. حياك الله بلايف ابو خليفه، حيث المعرفه هو اساس اللايف. حلوين. وانت ما شاء الله عليك، وانت ما شاء الله عليك كنز من المعلومات والتجارب ومتميز في مجالك. حلو. حبيبي ابو خليفه. لايف ابو خليفه، انا هي مو مقابله، انا مو مذيع، لكن انا عندي هدف واحد. حلو. غير ان اتعرف عليك واتشرف فيك، انا هدفي ان الناس تتعلم ان شاء الله. والأمانة يعني إذا في واحد قاعد يسوي لايفات تعليمية وصدق منها فايدة في الآونة الأخيرة فهو أنت. هذا شو؟ إي والله، إي والله صدق. ذكر يعني خير والله من طيبك. محور أساسي بس بتكلم عن الفيديوهات التعليمية، لكن قبل لا نبلش ودي أعرف نظرة يعني سريعة على شلون بديت وشلون وصلت ماجد فوتوز اللي كلنا نعرفه اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصوت واضح، عرفت الواحد من توهيك. واضح واضح، لا تعطي واضح. أخوكم ماجد زعابي، من رأيي الأول على قولتهم، قديم شوي، شكلي مو قديم وايد، كلاسيك. إيه كلاسيك. بديت التصوير تقريبا 2004. ما شاء الله. خريج جامعة الكويت هندسة كمبيوتر. ما شاء الله. حلو حلو. معلومة جديدة ولا؟ أنت لحقت على 14 خاء ولا؟ لحقت على 14 خاء. إيه. تدري شنو كان النيك نيم عندي؟ شنو؟ بالمنتديات، تتذكر منتديات من المنتديات؟ إيه. إيه. عفور الهندسة كان اسمه. عفور الهندسة. تكفى شو اسم المنتدى اللي كنت تدشه؟ عرب دي جي كام وبوابة سوالف سوفت مال برمجة ما برمجة. حلو حلو. حلو. إيه. طبعا والله. طبعا ليش عفور الهندسه؟ كنت وايد امشي بسرعه، ماشي بسرعه، فمن الخالديه اروح من الهندسه للعلوم ماشي كذا طاير مشخط، فسموني عفور. حلو. انا خذيت الراي هذه منك، لان هم بعد انا امشي بسرعه وكله دايس، فنفس الشيء. ثلاثه عفور الهندسه للحين موجود بالهندسه. زين زين، الله يحفظك يا رب. 2004 تخرجت. 2004 تخرجت. طبعا تخرجت كان عندي مشروع تخرج اني اسوي ويب سايت، احب اسوي المواقع حيل يعني. حلو. وكنت اصمم بالفوتوشوب. حلو. فواحد من ربع قال لي انت شلون قاعد تاخذ صور؟ قلت له اخذهم من جوجل، سيرش كذي طق من جوجل على طول. يقول لي يبا في كوبي رايت في شيء، يقول لا والله عادي يشتكون عليك. فيا هلا يا هلا. فقالوا لي انه دش على اي موقع شاتر ستوك، ما شاتر ستوك، سوي اشتراك واشتر منهم صور. حلو. هذا الشيء واشتركت، وبعدين قاعد اطالع الصور اللي ابيها سهله. ليش ما انا اصورها يعني؟ ايش قاعد اتفرج؟ فوقتها هني رحت حق جمعيه العون المباشر، كان الدكتور عبد الرحمن سميط رحمه الله عليه. الله يرحمه. وكنت احب الرجل هذا، ودي يعني ايش اقول لك، ودي بس اصب له شاي، ودي اشتغل معه باي شيء باي شيء. قلت له دكتور ايش رايك اسوي لكم ويب سايت والناس تتبرع وكذي. كان يقول لي يا ولدي انت الحين تشتري من النت؟ قلت له اشتري توني بادي اتعلم وشي. شو قال ما حد يحط الفيزا والهذا ويشتري، الحين الناس خايفه. كان سالب 2004 تقريبا. فيعني ماني قايل لك قضبني الباب، بس انه قال لي مو محتاجين الحين. مو الحين. مو الحين. مو الحين. ايه.
فسبحان الله يعني حيل حيل كنت حريص اني بشتغل معه ونسيت ورحت. حلو. دخلت بالتصوير، دخلت في مركز العمل التطوعي تحديدا، وبديت احب اصور الحياة البرية. حلو. 2004 2005 2006 شاركت مسابقة الكويت، كانت مسابقة مركز شو اسمه التقدم العلمي، مؤسسة الكويت تقدم العلم، كيف؟ مؤسسة الكويت تقدم العلمي، كانت أكبر مسابقة بالكويت. أول مسابقة شارك فيها بحياتي كان طق المركز السابع من العشرة مصورين الكويت كلهم داشين، يقول ايش أبيض حطيت اسمك في في أي كذي زين. فسبحان الله كنت يعني مركز بالتصوير بطريقة يعني 2006 خذيت السابع، 2007 كان اخذ الاول. ما شاء الله نفسها. اي 2008 خذيت الاول بالتصوير والثاني بالفيديو. بتاع كله صرت. فصرت بتاع كله. حلو. فسبحان الله 2007 كنت اكلم الاستاذ حسين القواف، كان هو رئيس مركز العمل التطوعي، قلت له انا اتذكر ابوي على طول ما تطيح كاميرا الفيديو من ايده من احنا صغار مصورنا، لازم طبعا عندك الصوره هذه الملابس شيء لازم موجود، انا شقد وانت تركب بعيد وانت اي لا ما ينش اخي يصورون لنا شيء، يحبون يصورون لنا شيء ما ينش. وانت صورتهم كذي يعني ما والله عيالي ما حد صورته شيء، كلهم لابسين طيب بس زين الله يخليهم لك ان شاء الله. فاقول لك 2007 قلت حق حسين، ابوي طبعا 24 ساعه مشغل ناشونال جيوغرافيك، قلت له تكفى ابي هذا الاسد ابي اكسر عينه بشوفه بوجهه بوجه كذي وبصوره. كان يقول لي قدام قدام، والله حجزنا وكذي 2007 اول رحله سفاري حق كينيا. هني وقتها الحمد لله قلت لك خذيت يعني خذيت بوايد مسابقات بالكويت المركز الاول. كانت صور شنو المركز الاول عن يعني صور هم بعد كلها حياه بريه بالكويت. حياه بريه اوكي. اي فهذا ونسني اكثر وقلت يعني لازم اروح الخطوه اللي وراها هذيل اللي عدسه كبيره وما ادري شنو وكاموفلاج وهذا. اي طبعا كان حلم عندي اني عرفت تبي اراويك العدسه لحظه شوف. كان حلم عندي ان يكون عندي عدسه 700 متر قولوا ما شاء الله بس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فشنو كان الحلم؟ انه يصير اسال هذه كم؟ انا يعني ما ابي اتدخل بالماديات بس يعني احس ان هذه 3000 دينار. اوه دخل دكتور كندري ونعم ونعم. حيا الله ما يقطع حيا الله حيا الله شو اسمه دكتورنا دكتور محمد الكندري. ايوه عبد الرحمن الداح عبد الرداح داش اوكي وسريع وسريع ما شاء الله كلهم متفقين عندهم جروب ما شاء الله ما شاء الله. بس شلون سؤالي هذا مطوفه ولا لا؟ لا العدسه ب 3000 وحق خرده الحمد لله 3000 الحمد لله اي 3000 وخرده. بس شنو اللي صار؟ صار انه انا اخر واحد اشتري عدسه وكاميرا من ربعي. حلو. ليش؟ اي شيء يجيني يعني عندي مبلغ بس اي شيء يجيني بالتصوير احطه بالتصوير. حلو. عندي فلوس بس هذول حق عيالي ما نشغل فيهم. حلو. هوايتي عشان لا احد يكلمني فكنت اضطر اسوي دروس وايد باليوتيوب من 2011 عندي قناه الحين فيها 70000 ما شاء الله عليك. فالناس لما يشوفون الدروس باليوتيوب ممكن تسوي لنا دورات، بديت اسوي دورات قامت تدخل لي فلوس، الفلوس هذه اشتري فيها معدات تصوير. حق التصوير حلو. اول سفره سفرتين انا كنت ادفع من فلوسي، بعدين بديت انا ارتب السفرات هذه. حلو. شلون يعني ارتب سفرات؟ احط بالموقع عندي اني بروح كينيا ويسجلون معاي الدكتور مثلا باع كليته عشان يسافر معاي. اسرائي حزتها قاعد ادرس مو فاضي حق الجزم. اي هذا هو. فاقول لك من 2010 تقريبا قالها والله قالها عبد الرحمن صدق قالها. فالحمد لله كنت اسافر ببلاش، الحين سافرت 20 سفره الى كينيا على حساب الدكتور والشباب. تمام الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم الله يحفظهم يا رب. وقمت حتى اربح من السفرات هذه. الفارق دكتور ان الجدول بالكامل بالتفصيل مع الفنادق موجود في موقعي. يعني انت تبي تروح اقول لك هاك هذا الجدول حط حق اي شركه، اذا خذيت سعر قريب من السعر انا اوديك ببلاش. حلو. ليش؟ لانه صار 20 مره عندك علاقات هناك وعندك معارف عند اي بالضبط بالضبط بالضبط. هذا نيروبي يسافر دكتور يقول نيروبي ولا نيروبي نيروبي اوكي والقانون نيروبي شو يقول؟
What happens in Nairobi stays in Nairobi ولا ما له شغل؟ لا يقول بيت لها على قولة عبد الحسين عبد الربه. البيت لها؟ اي في مسرحيه يوم قاعد اي أي يوم قاعد مسرحية؟ يوم ما اتذكر والله بس قاعد يقول يوم صار محامي بدرب الزلق إيه فيقول القانون في نيروبي يقول البيت لها كيف لا يكون البيت مو لها. حلو، ما اعرف هذا، انت الحين اثبت لي انك كلاسيكي. اي لا هذا قديم قديم كان حلو، الدكتور رد علي قال لك البيت لها. البيت لا، البيت لا. حلو، فاقول لك الى هالفتره فقمت مدخول اللي عندي هذه قاعده حطيت اسوي ابديت يعني هذا العدسه مستحيل كنت اشتريها الا لما اجمع حلو فلوس من التصوير. حلو 2007 2008 رحت على حسابي كينيا رحت خمسة ايام دفعت 1500 دينار الرحله ما تسوى نهائيا كترتيب. تخيل الحين احنا نروح تسعة ايام وطيران داخلي وكل السياره الكبيره تشيل تسع اشخاص زين فيها شخصين بس فترتيبات وايد تقريبا بنفس السعر حلو، نفس السعر، فوايد وايد وايد تغير. وايد حلو. تكملت القصة أن الكتاب اللي لك نسخة طبعا شكرا شكرا. سبحان الله استانست، رجعت ترى استانست اول ما شفت الستوري قلت يا لو ادري من تمام زمان سويت يا تمام هاي. تمام فسبحان الله طبعت نسخة واحدة من الكتاب هذا وكذي بس طبعتها من موقع اسمه بلور بأمريكا يوصلوا لك إياها للبيت وكذي. وايد حلو. حاضر يا ابداع توصلك نسخة بس حطي بدالها عطر قاف. فسبحان الله جاني واحد من الربع قال لي يوسف الكندري قال لي ابو عبد الله ما يخالف الكتاب؟ قلت له يوسف ترى عندي نسخه واحده بس يعني ربعنا اذا اخذ منك مصباح ولا قلم ولا شيء انسى انسى. فقال لي والله باكر يكون عندك حلف كان اكتب عليه اسمي وكل شيء. سبحان الله ثاني يوم ولا من يدق يرن التلفون 2008 اخرها يقول علي جمعيه العون المباشر ترن من 2004 ل 2008 ما في عون مباشر. 2004 ل 2008 نسيت اصلا. ايه منو معك ماجد ماجد حياك الله باكر الدكتور عبد الرحمن سميطه بيقابلك. ما شاء الله. ويجيك على قولته. هني اقول لك يعني خلاص الدمعه خلاص مو مصدق ايش يبي هو يبيني انا بروح له يعني كذي مو مصدق. فسبحان الله هذا يوسف كان بديوانيه كان فيها الدكتور ويدري ان الدكتور بافريقيا ويحب الحيوانات ما شنو فهو الكتاب فقال لي ليش ما جيت يشتغل معنا. حلو. اللي بوصله من الموضوع ان انت مرات يكون عندك تارجت مرات يكون عندك هدف والله عز وجل يكتب لك عده قرارات في حياتك يعني دقيقه جدا عشان يقول لك ترى مو الحين الموضوع هذا جايك بس ما راح يترتب بهالطريقه. صحيح. يعني كان في عندي خيارات كثيره كان اقدر اروح بيت لودان اصور استوديو ما استوديو كان عندي خيار اروح النادي العلمي اصور مثل يعني غير الوايلد لايف. صح. ايش معنى تعرفت على حسين القواف اللي بمركز اعمال تطوعي بعدين دخلني محميه شيخ صباح تولعت بالفيديو مال ابوي قبل يصور يشوف الوايلد لايف ويشوف عده امور قاعد تترتب وتنشبك ببعض لما سبحان الله رحت مع الدكتور عبد الرحمن سميط وتحقق هذا الشيء. سبحان الله. يقول الدكتور حياتك غلط ولا هالشيء صح؟ في قصه بعدين ها؟ ترى عارفه من 20 سنه الدكتور ما شاء الله يعني لو ارجع 20 سنه هو الغلطه الوحيده بحق لا الله يحفظه لا يزعل علينا الحين. لا دكتور شو اقول لك؟ شفت خلنا اراويك الاضاءه اللي عندي شفت البياض هذا؟ ايه هذا الدكتور ايش رايك فيني ابتشيك يا سلام يا سلام يا سلام الله يهنيك الله يهنيك الله يهنيك يا دكتور. اي والله فسبحان الله اقول لك يعني من يعني 2009 بلشت اول تاسك مع الدكتور عبد الرحمن سميت. حلو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اي سبحان الله رحت اماكن كثيره يا هلا يا هلا يا هلا حياكم الله جميعا رحت اماكن كثيره معاهم ووثقت يعني امور كثيره ما كانوا هم معاي بالسفره الى تقريبا 2010 سافرت معاه سفره واحده ويمكن اقول قصتها يعني اخر اللقاء اليوم بس كاتب وصلنا له كاتبها قصه عبد الرحمن تمام كاتب فاقول لك اللي وصلت لانه كنت كثر ما اقدر احط دروس باليوتيوب ما يوتيوب ومستانس بالتصوير حيل وبالسوشيال ميديا كذلك
كل يوم قاعد اتعلم وايد اشياء، وكل ما اتعلم شيء شفت انت ايوه اي شيء تتعلمه لما تنشره يثبت. صح. رقم اثنين تحس انه ما عندك شيء، في شيء اسمه على قولتهم اسرار وبطيخ وهالسوالف، ما اعترف بهالشيء لان كل شيء موجود باليوتيوب. نفس الابيض اللي وريتنا اياه تو. بالضبط. فتخيل انت تعطي كل شيء ما عندك شيء، ها تزيد مره ثانيه تبي تتعلم. فباليوم تقريبا اقرا 20 ل 30 مقاله بالتصوير. عندي ار اس اس مسجل المواقع العالميه كلها، اي خبر يطلع بالتصوير الصبح تك 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 بسرعه، بس اطالع رؤوس اقلام واكون كاتيجوري التصوير اخلصه، بعدين كاتيجوري التسويق والسوشيال ميديا ارجع بسرعه. بس تلقى اي خبر يطلع عن انستغرام يمكن ادري قبل انستغرام. ما شاء الله اي هو يقول ايش درى هذا؟ عرفت؟ تقدر تجاوب سؤالي عيل الحين اللي بزلك اياه على الانستغرام؟ يا اقول سالفه الستوري لما يحطون احرف ما ادري شنو يعلق يا اخي والله امس امس طبعا هم في هذول المستخدمين اندرويد عندهم مثل الاكواد جمل معينه، اذا حط الكود هذا راح يعلق عندك اللايف، مو عند الكل عند البعض. حلو. فامس دخل واحد كان الكيشه ولا حط جسمه كان اكابتشر الشاشه وادش عليه برايفت، طبيت له برايفت بعد اللايف. كنت تعال يا اخوي. اي قلت له اول شيء قلت له انت بني ادم؟ شنو قصدك؟ قلت له لا انا بشوف انت بني ادم ولا اله بس عشان ارجع. اوكي زين. قلت له انا بني ادم. قلت له ليش سويت كذي؟ شنو يقول والله قالوا انه اذا سويت شيء انا قاعد احضر حق اللايف يومين سبع ساعات. ايدش هذا يقول انا بجرب يقول. شو تقول؟ يعني عرفت انه مرات من كثر انه ماكو شغل يعني هذا الاكتشاف الوحيد اللي بحياته خلني ادش على اللايف واسوي الحركه هذا شيء عرفت؟ واجربه. ايوه هو ما يبي هو يبي يجربه يعني هو بيسوي يقول حق اهل انا هاكر انا اللي اخرب اللايفات بس احط كود ما يصير. صح والله صح والله. انا شو فكيته بلوك ولا كملت؟ والله بلوك ما عندي. شوف انا عندي قاعده ما امسح كومنت ولا اسوي بلوك الا بس هذا حاله شاب رسمي بلوك. حلو حلو رسمي. يلا ما عليه ان شاء الله. شو اسمه ان شاء الله المشكله بتنحل المشكله ولا لا الحين؟ تنحل ان شاء الله. كل شيء ينحل. كل شيء ينحل بس للحين ما انحلت. لا لا للحين. للحين اوكي بس هم يعني عارفين الموضوع. هوير هوير هوير. اوكي زين. اوكي انزين وين كنا؟ في اسف انا قاطعتك. اخر شيء تكلم تصوير وقفنا ب 2008. لا بعدين قلنا الله يرحمه الدكتور عبد الرحمن صمت قلنا بعدين راح نقول قصته. انزين بعدين من 2008 ل 2020 من 2008 ل 2020 صار عندي مثل ما تقول خطين. حلو. دائما اقول انا اذا كانت دراستك وهوايتك وشغلك مع بعض راح تفجر الدنيا. صح. اتذكر يوم تخرجت رحت حق الدكتور فواز العنزي الله يذكره بالخير. وقلت له دكتور يعني تم تخرجت الحين؟ كان يقول لي ها ابو عبد الله مبروك كذي. قلت له مبروك. خلني ساكت بس. هندسه بالكويت يعني كانت بتشي يعني كانوا يتفننون. كانت بتشي. كانت الى الان الى الان الى الان صح صح في روايه اخرى تقول ها شوف شوف بلش عزوز. هذا صاحبك ها؟ اي هذا صاحبك اي بي سي دي. هذا ترى باسورد الايميل كلكشن. لحظه لا انزين ام ماجد معانا باللايف عادل راح يقول قصه امي بعد. يلا انزين فاقول لك رحت حق الدكتور وقلت له قلت له دكتور معقوله الحين انا مهندس خمس سنين ما اعرف اشبك جهازين ببعض؟ والله ما اعرف اسوي نتورك انا مهندس كمبيوتر. كان عرفت الدكتور لما يضحك الضحكه الخفيفه. تعرف ما تعرف اللي بيقول لك الحكمه ها الحين. شوف اسمع معاها شويه رجع لها ورا. ايوه بالضبط. هلا امي حبيبتي بديت تفضل منوره شيخه الكويت. فقال لي انت بالهندسه ما ابيك تشبك جهازين ببعض، تشبك جهازين ببعض تطلع برا هني اول دوامه تروح له راح يعطونك اي بلس تشبك كل شيء وتعرف الهاردوير وهذا كله. بس انت ايش تدعي؟ يقول انت بروبلم سولفر. اي مشكله عندك الحين راح تحلها. الله والله رن جرس عندي قاعد اقول صج صج صج
ماكو اي شيء صعب يعني، اي شيء يعني استانس يقول لي هذا ما يصير ولا هذا شيء، عرفت شلون؟ عندك مقاومه قويه بعد البتش اللي صار. صح صح فسبحان خبره الله. خبره اسميها خبره بس حساب حساب اسريع مو موجود يمكن طلع، لان لما قابلته قال نفس الحكي، انا استاذ من الهندسه سمعته إيه. موجود كنت موجود كان اقول على الله عليك زين، كل المهندسين مؤمنين بهالشيء هذا شيء حلو. فسبحان الله اقول من الاشياء اللي ماكو شيء صعب بقول سالفه الوالده. قول الله يحفظها. الوالده قالت لنا مره اما سمحه اني بحط شويه بهارات منك قالت لنا انتم ما تفتحون. ليش ما شكل كل واحد ماسك لي تليفونه ومجابر وصاحب علي يعني ده سهل يعني اخذي تليفون وسوي كذي معانا. كان تقول يجيب لي تليفون، هي يجيب تليفون حاضر يجيب كان تحط واحط لها انستغرام وتضيفني واضيفه اي شيء راح تحط لي لايك. اول ما احطه هي اول واحده تحط لايك. تقول انت عندك 5000 متابع، انا ما عندي ولا متابع شو اسوي؟ يا كان اتابعها انا واخواني بس خمسه سته كذي انزين وتحط مثلا صباح الخير مساء الخير شي شاي قهوه سوالف. كان تقول لي انت عندك وايد متابعين تفاعلوا معاك، كان شو اسوي الحين؟ كان اقول هي تدرين شلون؟ انت تطبخين حلو، ليش ما تصورين قبل الطبخه وحطي الطبخه مالتك وكتبي شنو المواصفات او شنو المقادير؟ مقادير مقادير كانت تحط الاسبوع الاول الاسبوع الثاني. لا والله قاعد تكتب مقادير عدل وقاعد تصور بيهايند ذا سين وكذي. اول اسبوع 100 متابع، ثاني اسبوع حلو 500، وانا للحين 5000، ثالث اسبوع 1000. يا كان تقول لي ماجد حط لي دعايه بحسابك يا كان اقول لها يما الحين انا حاط يعني حسابي اسد 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 بعيد مكبوس لحم ما يصير ما يصير ما يصير صح. هذا انت قلت انت ذكرتها بهذه ذاكرها والله. كان تقول لي زين انا امك وشي كان احط الصوره بسرعه واسوي لها بعدين سويت لها هايده ومسحتها ما ادري شنو بس حبيت اسبوع اسبوع اسبوعين ثلاثه كانت تصير 10000 وانا 5000. ما شاء الله نعم ما شاء الله. ولما ينزل شيء جديد بالانستغرام هي تقول لي تقول اليوم عندنا قصف. اقول شنو؟ تقول عندنا قصف. اقول يعني شنو؟ تقول يعني انا والطباخه الفلانيه نسوي شوتات حق بعض شيء عرفت؟ يسمونه قصف هم بروحهم. الطق شيء شيء 6000 6000 6000 50000 وصارت انا للحين 5000 100000 للحين انا 5000. يمان حطي لي دعايه ادفع. المشكله شنو؟ ابوي عصب. يما لا تقول حق ابوي ها؟ ابوي عصب انت 24 ساعه ماسك التليفون صاحب البيت مو شنو؟ قام تدق علي تقول لي ابوك زفني وكذي وهذا. يب ايفون. اي يب ايفون. اقول له يبا ابوي على طول كاميرا فيديو قبل وياه. قلت له يبا انت ما شاء الله تصور ما ادري شنو وكذا، ليش ما تصور حق امي كذي؟ عاد يوم دخلت المطبخ ولا ماسك كاميرا يسحب. ومشت. ومشت. بس هم بعدين عصب بعدين قاعد اقول لها انت عاد فلوس قام تسوي اعلانات فلوس وصارت مليون الحين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قام الناس يطبخون معاها مليون؟ اي يعني يعني بسناب وصارت 70 80 الف بسناب تقول لهم باكر ايش راح نسوي؟ يطبخون معاها الناس ما شاء الله الحين قامت تبيع بهارات عرفت؟ بس المشكله ما تعطي ابوي فلوس فعشان كذي ابوي يهدد الشغل وراح. رسمي سريع اي رسمي راح اموت. اللي بوصله من القصه هذه انه شفت لما نقول لك تو ما في حد حق العمر. مهما انت اي وصلت حق عمر كبير الله يحفظها الوالده هي قاعده تعلمني انستغرام. فلا تقول انا والله وصلت المرحله هذه طافني اللايت روم تعديل الصور طافني التصوير طافني لا 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 رسول عليه الصلاه والسلام بعث بال40 وبدا اجمل حياته صح صح. فلا تحط العمر عائق بالنسبه لك تقدر صح. تبدا من اليوم تحقق اللي انت ما حققته قبل. فهذا هذا كان يعني المراد من القصه ان بدايه الوالده ما شاء الله عليها مع كبر سنها ما شاء الله عليها زين انطر تقول لي. تسوي لك دعايات ولا بسوي لك دعايات؟ والله تسوي لي الحين تسوي لي بس لما توثق حسابي بالسناب هي ما توثق حسابها
الحين كنت اسوي له دعايات قريب ان شاء الله يتوفق حسابا. زين اسمع حكي مو كذي، شوف انا قاعد اعدل القعده دام قاعد طالعنا، انا ما استضفت طباخ في لايف بخليفه. والله موجود الوالد موجوده بس راح ادش عليه، ترى راح ادش عليك والله، راح اقول لك. الله مبارك يا حبيبي. ايه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. فهذه خوش قصه الوالده حلوه ترى والله، حبيبي حلو منك، فيها يعني عبره، وراح اقصها وراح ادزك اياها ان شاء الله. جزاك الله خير، ما جزاك شاء الله. طبعا هي ما قصرت من الصغر، اتذكر يعني انا الوحيد اللي بالثانويه كان عندي اول هذا بنت يوم 100 اول ما نزل، كنت الملك اللي كان عندي شاشه كبيره و اتش بي شاري وما ادري شنو قبل كمبيوتر فخر، فجزاه الله خير ما كانت تقصر علي، مع يعني الوالد ما كان راهي حيل بالمبلغ اللي عنده، بس يعني ما قصروا علي من انا كنت صغير امانه يعني. الله يحفظهم ويخلي لك اياهم ان شاء الله. الله يسلمك وما تقصر مع عيالك انت بعد. جزاك الله خير. اكيد اكيد. خل نحول الموجه حق التصوير، عندي كذا سؤال على السريع. يلا. ابي شنو شخصيا شنو احلى لقطه صورتها؟ احلى لقطه ايه؟ احلى لقطه في لقطه من اللقطات اللي خليتها خلينا نشوفها موجوده هني، اللي هي لقطه زراف. حلو. كانوا يشربون من الماي، تمام؟ خلنا اراويك اياها. ايوه موجوده. فهذه الصوره كنت يعني حيل 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 احبها، وفازت في اكثر من مسابقه عالميه. خلنا اراويك اياها. بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي كذي سوي كذي. اوكي هذه واحده من اللقطات اللي حيل 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 احبها. كانت حق زرافتين قاعد يشربون ماي الصبح، وفازت في مسابقة ناشونال جيوغرافي في المكسيك. والطيور طايرين يمهم بعدها. والطيور طايرين، والماي حركة الماي لو تلاحظ مثل حرف الاس. غالبا الزرافة لما تشرب سبحان الله يطلع الماي من رقبتها كلها لما ترفع الرقبة. معرفتك حق البيهيفير مال عزك الله الحيوان يعني ممكن تشوف شنو راح يسوي وتكون انت مستعد حق الصوره. فهمت. اي اوكي فهمت قصدك. فهذه واحده من الصور اللي حيل حيل احبها يعني. صيدها قبل لا هذا، تقعد تنطر هذا. لا مقتنع الدكتور قاعد يقول، مو مقتنع الدكتور، لا مقتنع والله. حلو. زين نفس الفكره، ابي لان اذا بتصور حيوانات معناته لازم تعرف البيهيفير، صح؟ صحيح صحيح. زين نبي اكثر لقطه متعبه تعبت وايد وانت تدرس الحاله كانت تكها. نايس. شوف عندي مثل القانون او القاعده بتصوير الوايلد لايف، وات مايت هابن، يعني شنو ممكن يصير. فانت تقعد تشوف الموضوع، مرات الموضوع ما يسوى ها، بس تقعد تقول يمكن يصير كذا يمكن يصير كذا يمكن يصير كذا. 90% من اللي يمكن اللي بمخك قاعد تتخيلها ما راح تصير. ما تصير. واذا صارت 90% ما راح تاخذها. يا انها تكون يا انها ما تكون عندك المعدات الاساسيه، يا انها فاهم قصدي؟ فمرات قاعد تفكر. خليني اراويك مثال هم المتابعين يشوفونه لايف، حق موضوع وايد وايد كان عجيب. قعدنا 3 ساعات طبعا، الدكتور اظن كان معي بس الحمد لله ما حصل لقطه. زين. طيب 3 ساعات. اوكي هني كنا قاعد نصور تشيتا مع عيالها الفهد، واضح؟ ايه انا ازوم شوي تشوفه واضح؟ انزين. إيه. طبعا كان حر، ما كان في يعني موضوع عادي، هذا بالنسبه لي صور هذه يمكن اسوي لها ديليت. فقعدنا تقريبا 3 ساعات. هذا اطبعها وبروزها ديليت. لا هذا ديليت بالنسبه لنا ديليت. فالحرارة قاعدين الظهر الساعه 12 احنا نرجع الفندق المفروض. فانا قاعد افكر قاعد اقول يمكن يصير شيء، خلنا قاعد ومركز بطريقه ما تتخيلها على الموضوع، فل تركيز. لما صارت لحظه راح تعد 1 2 3 وتروح. اللي هي هذه الصوره. اوكي. الولد وقف قدام الام، فصارت الباك جراوند عباره عن الام والولد قدامي. حلوه وايد. هذه ديليت بعد؟ شلون؟ هذه ديليت؟ لا لا هذه وصلت نهائيات بي بي سي. ما شاء الله. اي حلوه والله.
فأقول لك الفكرة، هذه الفكرة أنك أنت تنتظر تفكر شنو ممكن يصير وتركز حلو، وتركز حلو واحتمال كبير ما يصير. خلنا نراويك صورة ثانية، مثال ثاني مثلا، ممكن تتصور صورة مثل هذه وتمشي، اللي هي أسد صغير هذا الشبل قاعد يمشي وراه هذا الجواميس، قاعد تصور قاعد تصور قاعد تصور وهم قاعد يمشون. فأنا لما أصور يمكن مو واضح هني الأسد الصغير كاهو، إيه يبين إيه، فممكن أنت تشوفه كذي وتمشي خلاص، يعني صورت صورة. أنا ما أحب أمشي، أقول حق السايق سايرهم يمكن شيء يصير، يمكن شيء يصير، وأكون مركز حيل. أنت بسيارة ها؟ أنا بسيارة، ما يصير تنزل، ممنوع. فشوف هني اللقطة هذه، صار هو بالنص وصار اثنين بالباك جراوند كانه هو ولد الملك وهذيلا الحراس مثلا. فهني خذيت اللقطه اللي كنت ابيها اللي هي هذه اللقطه مثلا، قصيتها، فقصيتها بهالطريقه ونازل الكاميرا على اساس اخذ التكوين هذا، يعني كانه الحبيب ولد الوزير او ولد الملك قاعد يمشي وهذيلا البودي جاردز مالته. وايد حلو. فكذي طريقه، يعني لما اروح بالوايلد لايف افكر انه شلون اخذ تكوين قصه كامله مو بس تكون صوره عاديه. يعني هذا المثال، هذه الصوره اللي توا الحين قاعد تورينا، هذه مسابقه، هذه إيه هذه ممكن مسابقه. حلو، ممكن بس ما شاركت فيها مسابقات. يعني اذا تبي شيء حق مسابقه خلني اراويك. الحين واصله بعد نهائي بي بي سي. مرات تشوف شيء بسيط بسيط ما تتخيل انه يعني ممكن يطلع منه صوره قويه. ايوه هني 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 هني، وفي عندنا قصه التشيتا ملائكه قويه بعد. هذه شوف الحين الولد، هلا 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 بالكبير، هلا بالدكتور. الولد الحين بين الثنتين اللبوتين، فالحين انا قاعد اركز، قاعد اقول في تكوين حلو انه يصير امهات ثنتين وهو بالنص بالضبط. فقاعد اصور، سكر عينه بطل عينه قاعد يتحرك. لما وصلت يعني شوف صورت مجموعه صور وايد وايد وانا قاعد اصور ومركز ما تتخيل شلون منسدح على بطني بالسياره لما خذيت هالصوره. شوف الانسجام شلون بين الولد والحراسه، في امك خير قرب له. صح والله. فهذه الصورة كذلك مترشح حق نهائيات بي بي سي حاليا. مسابقة بي بي سي طبعا صار لها 54 سنة عمرها، 54 سنة اي نعم. السنة هذه مترشحت لي 8 صور داخل المسابقة هذه. ما شاء الله ما شاء الله. فدعواتكم هذه السنة بس 8 صور، يعني انت كل سنة كنت تشارك، كل سنة اترشح. هذه هم صورة. عندي سؤال، انا طول الوقت والله ودي اسألك السؤال، هذه السفاري اللي داخل نيروبي سيتي ولا تطلع لها بسرعة؟ لا لا لا، نيروبي ما اقعد فيها 5 دقائق. اوكي، لان انا رحت نيروبي ورحت السفاري اللي داخل نيروبي. لا لا حلوه بس مو نفس اللي انت قاعد توريني. لا لا لا، اول ما اطب نيروبي الساعه 10 طيارتي، سيارتي مسيماره، محميه مسيماره على طول. كم ساعه؟ هذه من اقوى المحميات في العالم. 3-4 ساعات الطياره. ساعه بالطياره، 6 ساعات بالسياره. اوكي حلو، فعلى طول اروح المحميه هذه واصور فيها. حلو، وايد حلو وايد حلو. سؤال ثاني جاهز؟ جاهز. اشوف تاكل بالني ولا لا؟ لا اطرح بطل كومنت مره ثانيه، سكرتهم عشان يبين هذا. زين، ابي اخطر لقطه صورتها. شوف هو يعني ما كان خطر على الحياه كثر ما انه كان الموقف رهيب. حلو. في ناشونال جيوغرافيك، ينعم بحالكم، بس سابع ترى مو حلو. نقارض هني. اوقف هذا يوميا يوميا طبيعي، اليوم اللي تسمح لازم نعرف عنه. مشكلة. في لحظات على قولتهم، او في ناشونال جيوغرافيك، في فيلم عن التشيتا الفهد اسمه ملايكة. هذه فهدة مشهورة حيل. سبحان الله انك انت تصور 6 فهود اللي هم الكبس الصغار مع بعض، نادر جدا جدا انك تاخذهم بفريم واحد. حلو. فسنة من السنين 2015
الحمد لله كنت بالمكان الصح وقدرت اوثق الكبس هذيلا، براويك صورهم الحين. الوقت الصح. اي كان 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 شيء بالنسبه لي يعني ما حصلش خيال. خلنا رايك اياهم. طبعا انه هذيلا الحين سته. انا عد الايباد. اوكي. هذه كنا صوره تلقاها بويندوز كذي من ورا. بالضبط شيء مو صدق. واحد اثنين ثلاث اربع خمسه سته. حلو؟ ليش نادر؟ لانه بعد اسبوع راح يموتون واحد اثنين، مستحيل يكملون. سواء ضباع، سواء اسود، سواء اي، عندهم وايد اعداء. وبالفعل يعني بعد اسبوعين اثنين منهم ماتوا وبقوا منهم اربعه. هذا طبيعي ولا لانه هذا طبيعي. في امراض؟ اوكي. لا لا طبيعي. طيب شنو القصه الحلوه او شنو الشيء، ماني قايل الخطر بس الاكشن اللي صار، انه بعد سنه، تخيل بعد سنه رحت صورتهم مره ثانيه. انا اراويك اللي هما، بسم الله هني عندي اياهم. رحت صورتهم مره ثانيه، والفهده هذه مشهور انها تتسلق او تصعد على السيارات، وحزتها ما كان انه يعني الحين ممنوع انه يخلون الفهد يصعد على السياره، بس حزتها كان اوكي يعني ما كان في ذاك الوعي. تمام. حلو حلو. فهذه الصوره شوفها وينها. هذه هذا اللي توه حلوه ترى، مشيت فيها على السريع اللي ويهم فوق بعض. ايه الحين بني لها. طبعا هني الام وهني الاربعه اللي بقوا. حلو. اللي انا صورتهم قبل سنه. هني هذه بعد صوره نشروها ناشونال جيوغرافيك. حلو. واقفين واقفين ورا بعض. تمام. براويك اللي صار لنا بهاليوم. شوف. اوه. تخيل. هذه داشة بينكم. داشة صعدت. هي داشة ترى. ايه اول ما تي صعدت، والام سبحان الله العيال الاربعة كلهم خذوا منها البيهيفير، السلوك هذا ان اي سيارة يشوفونها تك على طول يصعدون فوقها. ليش؟ يراقبون المنطقة، يبون 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 شيء كذي يصيها او تلة على اساس يشوفون الغزلان. ما لهم شغل فيك. فاحنا عندنا تعليمات انه ما راح يسوي لكم شيء، بس هدوا 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 كلش. اوكي. طبعا انا سبحان الله هني كنت يعني ما ادري شلون من قبل السفره جاب معي الفيش اي، هذه العدسه اللي تطلع كل شيء. والله العظيم يعني كان يعني قاعد اشوف هالشيء، كنت قبل اسافر يعني قاعد اقول ودي كذي تصعد عشان اصور الصوره يعني. سبحان الله صعدت. شوف هذه كاميرتي. طبعا ممنوع نهائيا انك تلمس شيء. اوه هذا ذيلها. هذا ذيلها داخل السياره تخيل. فاقول لك يعني كان في رعب شوي انه اول مره يصير هالشيء، وكان في يعني ودي ابيعها ودي شيء، عرفت؟ شوف. طبعا هذا هذه سياره عادي فيها ناس داخلها. اوه فيها ناس. هذا انا، هذا انا مصورين. هذا اول. ها الحين ما هذا اول يما يما ترى ما فيني شيء. زين الوضع هنا صح صح. فشوف شوف هذه الام وهذيل الاربعه العيال. يعني ما ادري ايش، عرفت افلام الكرتون هذيل اللي يشوف اسد صغير بعدين يرجع لهم عيون يلمونه ما شيء، عشت الدور هذا انه يعرفوني خلاص انا صغير وما كانوا صغار. هم 7000 واحد جايبين مع غيرك، بس مو مشكله، اهم شيء الاحساس، احساسي. اي والله. فكان عندي احساس قوي انه ما راح يسوي لي شيء، ما ادري ليش بعتها المره. وخلنا راويك اخر شيء. طبعا قال لي اقعد اقعد. وين؟ شوف هذا فيديو، هذا ابو محمد الكوحي سيلفي. شوف شو متكين وراه. شوف قاعدين قاعدين يعني مو اللي انقزت طلت ومشت. اي 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 فاقول لك يعني كان كان ولا بعد شو مصورهم بانوراما. شوف والله ما خبرت. فكان كان وقتها صراحه يعني يعني ما ادري شلون، ما ايش اقول لك، بس انه شيء عجيب كان. حلو. يعني خاصه هاللقطه يعني. تخيل قاعد تمشي ريولها سيرتي عرفت تفلت، قاعد طالع هناك يقول حبيبي والله تطيح عندك، يقول دونت موف، يقول لي دونت موف، قسما بالله بالبي بصير شنو دونت موف. والله بالعدسه. اي والله اي والله. انا عندي سؤال، هذيلا صور اللي كذي يعني نفسها اللي وريتنا اياهم مسابقات كذي، ولا واحده فيهم فوتوشوب؟ كلها صوره صجيه. خليني اقول لك شغله. قول. مسابقات الوايلد لايف تحديدا مو اذا فوتوشوب، اذا شيء مدرب اوت. اوه. اذا شيء مدرب اوت، اذا انت حاط طعم حيوان حي اوت.
يعني مثل مسابقه بي بي سي حيل ستريكت. الاول خذ الجراند كان في ذيب ياكل الخرفان مالت الراعي، فهو حط كاميرا وليزر وما ادري شنو وثق الذيب. بعد فتره داروا ان الذيب مقرب كان يسحبون من الجائزه وهزوه وذكروا اسمه وقالوا له هذا غلط. خلاص هذا بان خلاص برا. اوه حرق عمره، مع انه مصور قوي. في واحد مره بعد حط، شفت هذا بياكل النمل؟ جايبه وموديه مكان ومصوره، وفي علماء اللي قاعد يحكمون مو بس مصورين. بعد ما فاز قالوا انه محنط، تخيل مودي محنط مكان مصوره مع النجوم عشان تخيل. قالوا انه مستحيل اي هالمكان. اي فالفوتوشوب يطلبون منك الصوره الاصليه برو اي، وقبلها صوره مرات وبعدها صوره عشان يتاكدون انك انت مو يعني لو تشيل شيء واحد، لو تشيل قوطي بيبسي طايح مثلا حيل استركت بالسوالف هذه، حيل ما تتخيل شلون. حلو احسن عشان يصير المستوى التشالنج نفسه اعلى، والصوره ما فازت كلش لازم بعد تخيل. الصوره شنو؟ ما تكون فايزه بالبي بي سي. لازم لما تقدم صوره ما تكون فايزه لا ناشونال ولا انترناشونال ولا شيء. اي بالضبط. بي بي سي انت كذا مره تقول بي بي سي رقم واحد في العالم بي بي سي. هذه التوب. اوكي. توب. فزت فيها ولا ان شاء الله راح تفوز فيها؟ للحين والله بس يعني كل سنه فاينلز قاعد اوصل. السنه هذه اكثر فاينلز ما شاء الله 8، السنه طافت 7، السنه طافت 6 اللي قبلها. اوكي سنه. شعور وايد حلو. اي. زين نبي اعلى مسابقه خذيتها على مستوى العالم. اعلى مسابقه قلت لك شفت، شفت صوره الزراف؟ ايه اللي وريتني اياها اللي قاعد تشرب ماي. انا اراويك اياها. كومنت اوف يا جماعه لان كان قاعد يورينا صور، فما ابي الكومنتات تطلع وتخرب الصور. طبعا فهذه نفس الشيء في برعايه ناشونال جيوغرافيك. اها. بس الصوره بالمركز الثاني في المكسيك. طبعا عزموني هناك وكل شيء عليهم وخذيت الجائزه. ما شاء الله. فهذه صورة الزرافة نفسها. ابداع ما غلط عيل من 2010 مدافع شكله صدق مو. فاقول لك الحمد لله هذه الصورة فازت، وكذلك في صورة ثانية بكلمك عنها وفي منها قصة حلوة. وايد حلو. هذه الصورة. طبعا إذا تعرف أو سامع في مصور عالمي اسمه بول نيكلون. للأسف ما أعرفه. حلوة هذه. تقريبا 4-5 ملايين بالإنستغرام مصور ناشونال جيوغرافيك، وهو اللي كاتب على الصورة هذه موقع عليها. أوكي. هذا من أكبر المصورين يعني بالعالم، يعني رقم واحد تقريبا بالوايلد لايف. يعني وايد أشاد بالصورة، كل ما يعني مرات أشوفه ولا أتذكره يقول لي صورتي مالت الزرافة أقول له إيه. فوايد وايد صراحة كانت قريبة حق قلبي. الصورة الثانية كنت أقدمها حق مسابقات والصورة ترفض. يا هلا يا هلا. شوف 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 في واحد حاط، في واحد كاتب كفو بعبيد شوفه. ايه علي حاط صورتي هذه صورة اسد من تصويري. اوه علي استانس في مرات اشوف الصور منتشرة ولا باك جراوند ولا شيء. الزرافة اي سنة؟ الزرافة 2015. اوكي. اخر كتاب حق ناشونال جيوغرافيك اسمه Getting Your Shot. كنت حياك حياك يا علي مشكور. كنت سبحان الله اقدم صوره حق مسابقه يردوا لي ان الصوره هذه ريجكتد مو لا ريجكتد يعني مرفوضه. حلو. يا جماعه والله ما يصير، انا ادري ان الصوره قويه لحظتها قويه اصلا. يوم صرخ الاسد والله العظيم طحنا، كنا بالباص وطحنا من الخرق. سبحان الله مرات انت تقدم على شيء اي شيء سواء وظيفه سواء اذا انت كنت واثق بالشغله هذه قدم 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 لا توقف لا تيأس من الشغله. فجت مسابقة ناشونال جيوغرافيك اللي هي yourshot.com كان احط الصورة. وتدخل الاديتر اللي قاعد تنقي الصور كان تكتب كلمة: عندما اتحدث عن الحياة البرية انا اعني هذه الصورة. اوه تخيل ولك قاعد تبت انت انت انا تخيل انا تخيل اي اي تخيل مسحت رقم الدكتور يومين تخيل. وينها وينها شوتنا والله خلينا نشوفها خلينا نشوفها والله صوري حلالكم كلكم. ف صح هذا من قلب طلع ها؟ ايه مع ان ضرسه مكسور شوف. ايه لا تتكف به مرته نصره.
تصورون فيديوهات هذيلا يعني تصورونهم فيديوهات ولا؟ نصور بس اكثر شيء مركزين على الفوتو. فوتو اوكي اوكي بس في جروبات. هذا شكوي الدكتور موجود الله يحفظه. بس في جروبات نفس السيستم بدال فوتو وفيديو. بالضبط بالضبط. احنا مرات انا احرص انه يكون معي مصور فيديو اساس انه يسوي لنا شورت فيديو حق الرحله. حق الرحله حلو حلو. ابداع مثلا. ابداع مثلا بس ما يروح ببلاش يدفع. زين ما شاء الله ماجد للحين كل سنه قاعد تسوي الرحله هذه صح؟ سويت 28 رحله ما شاء الله. قبل 4 سنين قررت قرار انه ليش قاعد اروح بس كينيا ليش؟ دخلت على موقع مصور اسمه مارسيل يروح يمكن 15 دوله يصور وايد لايف. يعني شنو فرق هو عني؟ اوكي هو متفرغ حق التصوير، انا عندي دوام عندي شغل، هو متزوج بس ما عنده عيال، انا اسمل عليهم يعني تعرف حياتنا الاجتماعيه غير عن حياتهم مختلفه صح صح. بس قلت الا بسوي شيء كذي الا بسوي شيء كذي، فقلت كل سنه بفتح ديستنيشن جديد. حلو. كتبت هالشيء وكان احط 4 دول جديده. اول شيء حطيت شيء قريب يمي تنزانيا. حلو. بروح سرقتي تنزانيا. حلو. بعدين شلعت القطب الشمالي. صبر هذا هذا شيء شيء ثاني. اي كلش. ليفل ثاني اكويبمنت نفس دوامك الدكتور يقول حتى لو دش الجنه يسوي رحلات استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صبر انت انت هذا مجال مختلف جدا ثلج. حلو. رحت القطب الشمالي سفالبارد. رحت اي والله الكروه الكروه مو دكتور البشر موجود. البشر طبعا فيصل البشر ما تعرفه ولا لا يعني استاذن بالتصوير. نعم. ماني قايل بلاوي المهم. نعم. فاقول لك حطيت في بالي انه قبلها رحت النرويج حق تصوير النسور. نعم. والحمد لله تمت الرحله. بعدين رحت القطب الشمالي. حلو. السنه اللي فاتت كانت اخر يعني كنت حاط 4 رحلات وسويتهم كلهم. السنه الاخيره كانت رواندا حق الغوريلا اللي هم رواندا رواندا اوغندا. هم طبعا دوله اوغندا ورواندا. اوغندا في فرحنا اوغندا صح صح. وصراحه هناك يعني صورت صور يعني اول مره اروح هناك وكان تعب تعب يعني ما تتخيل ايش كثر تعب. بس براويك صوره من الصور اللي صورتها يعني وايد وايد احبهم الصور هناك لان اول مره اروح المكان. نراويك اياهم بسم الله. اوغندا معي خالد حميري من الامارات. حياك وليد. نعم بهل الامارات. انزين خلني اسكر شغله اساس تصير الشاشه. اوكي 1 2 3 وينها؟ خلنا نسوي هالشغله كذي كذي. ايوه وهذا بعد. ايوه الحين واضح صح؟ واضح وايد واضح. ابي تشيك تعرف الفيلم بيروتيرن اوف ايب عرفته؟ ايه ايه كذي عشنا هالمكان كذي. هذا الفار ها؟ اوبا شوف شوف ابيك تركز فيها وتشوف الديتيلز ها؟ سكر الكومنت شوية بس تكفى تكفى سكر الكومنت شوية. تنف كومنت يلا. ايوبا شوف شوف تحت المطر ها؟ طبعا طبعا 3 ساعات مشي بالجبل وتزلق وطحت واتذكر حطيت لايف متنا من الضحك. هاد عيالك ورايح تصور شادي فوق الجبل وبعوض بس والله تطلع بحك. تطلع بهذه والله حد استانست قسم بالله حد استانست. هدوء في... ما شلون ما شلون شوف شوف فيها مطر ترى. هذا مو مسابقه هذه خلت جائزه ولا هذا الحين هم نفس الشيء فاينل في فاينل في اذا افكر بال شو يسمونهم هذا بال غوريلاز هذا اللي شو افكر فيه. فأقول لك يعني هذه من الصور اللي حيل 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 حبيتها السنة أو السنة اللي فاتت يعني من وايد وايد. الصورة هذه ما تخيل شلون أحبها وايد. فحلو الموضوع أنك يعني صراحة قبل ما كنت أهتم بتطوير نفسي يوم كنت يعني للثلاثينات ما كنت أهتم بشغلة أني أسجل أشياء أكتب أنه راح أسوي كذي أكتب أنه راح أسوي كذي نهائيا ولا كنت يعني حتى اقرا كثير وكذي عرفت. بس سبحان الله بعد ما يعني بعد ما قمت اكسب الشغلات اللي بسويها والشغلات اللي بحققها وكذي صار تغير تغير عندي وايد وايد اشياء وما تتخيل كثر يعني وايد حلو
يعني 2020 مثلا كتبت من بدايتها الى اليوم، شنو راح اسوي ب 2020 كامله؟ الرحلات اللي فيها، الشغلات اللي بتعلمها، المسابقات اللي راح اشارك فيها كاتبهم، وشاركت فيهم الحين لازم اشارك بخمس مسابقات. حط لي شيء رقم، حط لك اي رقم وسوى، ان شاء الله ما توصل هالرقم، بس لما تشوف انت كتبت انا شغله شغله بسيطه، بس يمكن متابعيني يعني شايفينها معاي، بس انه على اساس من باب الحماس على قولتهم حق اللي مو معانا. مثلا مثلا حاط انا اهداف كامله حق 2020، حلو؟ وايد اشياء، منها اللي هي مثلا شوف شيء بسيط، فيديو يوتيوب كل شهر. حطيت الاشهر قدامي، شهر واحد نزلت فيديو، كثرتها شهر ثلاثة. شوف شهر ثلاثة تكفى دوس حضر ولا قاع. صار لي 45، صار لي 40 يوم بالبيت الحين قاعد، ما طلعت ولا. ما شاء الله. تقول والده، تقول تخيل شوف الانجاز، ها. يعني لو تدش على انستغرام راح تلقى اني اخر انستغرام عندي، ما ادري شافوه الشباب، خلنا رايكم يا سريع. شوف الفيديوهات ما شاء الله. فاقولك وايد وايد استانست انه تحط لك شيء، وحتى لو تكسره ما عندك مشكله. المشاركه في خمس مسابقات عالميه، تمام؟ بقى لك واحده. اي باقي لي واحده. بي بي سي خلصت، واصل نهائي، وحط ابديت. مسابقه الطيور واصل نهائي، وقالوا لي لا تقول حق احد انك فايز، بس بقول لكم يعني مستحيل ادري، بس ان المهم هذا اللي قلت بتقوله، هذا اللي قلت بتقوله. لا غير اقوى بعد. اي اقوى. انا بسالك ترى، والله بسالك، هذاك تاريخ 21، ما اقدر. قولها والله يستاهلون، قسما بالله. ال 400 واحد قاعد يشوفون الحين والله يستاهلون. رد الكاميرا على وجهك، رد الكاميرا على وجهك. قولها والله، قولها. ليش ننطر يومين؟ شلون؟ قولها. بسكركم، بخلي الكومنتات. ايميل مكان بالايميل، تخيل بازيليا من اليابان حاطين مكان كاتبين احلف. ما فيها يمين يسار؟ والله فيها. شوف هو شيء مو موجود عند ولا عربي، تمام؟ فأنا أول واحد بالشرق الأوسط راح يكون عندي هالشيء، بس بعد يوم. جهاز كل الناس يستخدمونه ولا بس مصورين؟ شوف شنو الشيء اللي ما حد يقدر يستخدمه بنفس اللحظة إلا أنت؟ نظار. لا الحجر الأسود لما لا ما شغل. خلاص والله، بس فهمتها. زين اسمعني والله، انا عندي وايد شغلات. سبع دقائق ابي اعرف هالشغلات، تكفى. قول لي اول شغله ابي اعرفها، قصه الدكتور عبد الرحمن اسمك. اها، ما يمدينا سبع دقائق ادري، بس يعني نبي نعرف. عندي بعد شغلتين بعدها. شوف صورت معهم وايد بروجكت، منها كانت مجاعة الصومال، منها شاركت في ان الموقع، انا صممت الموقع. الموقع الحين يعني لو عندي تليفون، السنه اللي فاتت 2018 نهايتها قلنا راح نغير مفهوم التبرع الالكتروني نهائيا. انا الحين اقدر اتبرع بالويب سايت بخمس ثواني فقط. حلو. ما في موقع دونيشن حتى عالميا بنفس الطريقه اللي احنا تعرف نظام الولت نفسه. لما تدخل على جنجل ما ادري شنو تشتري منهم، تقدر تعبي ولت. سوينا نفس الشيء بالموقع، والحين بخمس ثواني انت تقدر تتبرع. فتخيل انت الحين عندك هوايتك وعندك البزنس او شغلك نفسه، تحب تصميم مواقع، دمجتهم مع بعض. الحين تدخل الموقع راح تلقى صوري وانا ماسك التصميم بالموقع. شيء يفتخر فيه حين اني شاركت في حمله الالف بير، ما شاء الله. هذه رمضان لطف. تخيل هذا بس سنه من السنين، حاليا يشربون مليون شخص غير البهايم مالتهم يوميا يشربون من المياه هذه. 100,000 عملية عيون. صحيح. هذا بس الفترة الأخيرة، ماني قايل لك الموقع كامل. فتخيل أنت قاعد تشتغل بشيء أنت وايد تحبه. يعني وقاعد نفس الشيء هوايتك قاعد تدعمه. فأنت تنزل مشروع بالموقع، تسوق له بالسوشيال ميديا، تروح تصور، تدز حق اللي تبرع. فالكومبينيشن هذا صاير اني ما تتخيل، انه ما اتخلى عنه لو شو يصير، لو يقولوا لي بدون راتب بدون شيء، انا مستعد من البركه والخير اللي شفتهم في مجال العمل الخيري. الله يبارك لك، الله يبارك لك ويكتب لكم الاجر. مره واحده بس
حياتي. بعدها يعني هذا وين رحتوا؟ رحنا كينيا. ما شاء الله. اي بس اخر كينيا ومودي رحله مكان يعني نهائيا مختلف. حلو. قاحل صحراء صحراء. تقريبا بالسياره 3 ايام على ما توصل المكان هذا. يا ساتر. وما طيران ما في اصلا. يا ساتر. فسبحان الله صارت لي قصة يعني عجيبة معاه. رحت أنا مكان طرشني على أساس أوثق المجاعة اللي كانت بالصومال صارت ب 2011 آخر 2010. سبحان الله رحت هناك وكان مكان موبوء. فرحت ورجعت سبحان الله حاشتني سخونة أول ما رجعت الكويت وأصابتني الملاريا. يا ساتر. فطحت بالمستشفى 10 أيام وياني الدكتور عبد الرحمن سميد وقال لي آسف يا ولدي أنا السبب اللي حاشتك هل الملاريا. فأنا قاعد أضحك قلت له دكتور أنا رحت 3 أيام يعني شفت الموت. أنت شو استحمل 30 سنة؟ أمراض وسكر وضغط وصار حوادث وهو قاعد أقول له أنا بس الله بيراويني شوية كذي بطلت الدريشة شوي كذي يعني بس كذي عرفت؟ فقاعد أقول سبحان الله عسى الله يرحمه يعني عانى عانى كثير على أساس إنه يوصل حق الهدف اللي راسم حق. سبحان الله كان يقول كلمة يقول ليس عليكم جميعا الذهاب إلى تربية ولكن ابدأ في بيتك ابدأ بالحي اللي أنت فيه ابدأ في مكان عملك بحيث أنك أنت تكون نسخة أفضل من نفسك. فكان سبحان الله كلامه جدا جدا ملهم وقال كلمة ثانية كل منا قادر على عمل أعظم من هذا العمل اللي هو سواه ولكن نحتاج إلى همة. صح. فقاعد أفكر أنا قاعد أقول هو قبل يروح يسافر شهر يكتب القصص ما أدري شنو ويرجع الكويت يسجل وهذا بعدين يطلع قناة ما أدري وين بعد كم أسبوع أساس يقول القصص. إحنا الحين ترفع التلفون لايف كل شيء تشوفه إحنا موجودين هنا جمعنا إحنا بالمكان. صح. فسبحان الله قاعد أتذكر كلمته كل منا قادر على عمل أعظم من ذلك. تبرعات حتى زادت بعد وفاته يعني الحين وايد تغير الوضع بالسوشيال ميديا صار مفتوح أكثر صار مفتوح أكثر بيوم واحد يدش عندك 70,000 واحد يتبرعون معاك. صح. فسبحان الله حملات أكبر تقدر تسوي كل شيء سبحان الله بس نحتاج إلى همة على قولته. صحيح. تدري كم سؤال كان عندي وكم سؤال سألتك في 57 دقيقة؟ أسوي لك إحصائية سريعة. أعطنا إحصائية والله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 سؤال. كم سؤال سؤالتك؟ جاهز؟ يلا. أقول إيه ولا لا؟ لا. 1 2 3 4 5 5 بس 5. والحين طلع لي عداد مال انستغرام فعشان تلي عشان تلي انا ما يعني ما خلصنا. حلو. وانا اطلبك من الحين انا عندي ضيوف برمضان انت اول شخص قاعد اقول انا قلت لهم كلهم من ورا اللايف اطلع ويانا مره ثانيه برمضان لان ما خلصنا عندك وايد كونتنت ما خلص. اهم سؤال في لايف خليفه ما سالتك اياه اللي هو الحين متزوج ولا لا ولا شيء لا خلاص هذا حق العليمي بس كل يوم اقول حق متابعينك دكتور راشد العليمي عن علاقات زوجيه كل يوم بس اهم سؤال ما سالتك اياه ما راح اسالك اياه راح يعني لما نقابلك ان شاء الله مره ثانيه يطلع لايف ما اسالك اياه. مشكور وايد على وقتك حبيبي خليفه مشكور. بنهي بشغلتين عندي دقيقه خلنا اخذ راحتي الحين فيها. تمام. منو شنو سالفه خلك انا اروح اجيب جبن؟ انا اروح شنو؟ انا اجيب جبن. جبن؟ ايه ما ادري لانه واحد كاتب لي اياها وشكل يعني فلان الفلاني فقلت هذا اكيد في قطه في نكته بس شكلها ما في لان كنت انصدمت ما في. لا ما اتذكر اي ما رقم اثنين منو ترشح لنا ضيف مو بمجالك حق لايف بخليفه؟ دكتور. منو؟ دكتور كندري. دكتور كلمه باي مجال دكتور صيده بتاع كله باي مجال دكتور دي ار اندرسكور ام ها؟ اي بعدين الكندري عرفت اوكي إيه. اوكي بس. خوش ما زعابي مشكور وايد على وقتك وما خلص حبيبي الله بين بين بيننا لايف ثاني باذن الله خير ان شاء الله. السلام عليكم. سلام سلام سلام.